إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين، وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا. عباد الله، إن العبادات تتفاوت من حيث القبول عند الله عز وجل على قدر ما يقوم في قلب العبد من الإخلاص والإنابة والخوف والخشوع لله رب العالمين. ولذلك قد يصلي اثنان بجوار بعض، فأحدهما صلاته ترفع إلى الله جل وعلا، والآخر لا تتجاوز صلاته رأسه، عافانا الله وإياكم. وسبب ذلك ما يقوم في قلب العبد من الإخلاص لله جل وعلا، ومن الخوف والإنابة والرغبة، ومن الخشوع له سبحانه وتعالى. وإن الصلاة امتدح الله جل وعلا الخاشعين فيها حينما ذكر أول صفات المؤمنين المفلحين بقوله: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وبين جل وعلا أن هذه الصلاة بفضل هذا الخشوع ييسرها الله جل وعلا على العبد، لكنها كبيرة على غيرهم. قال جل وعلا: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وامتدح الله جل وعلا أنبياءه ورسله بأنهم أهل خشوع، قال جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم هو سيد الخاشعين، وكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل في الصلاة يسمع لجوفه أزيز كأزيز المرجل من الخشوع لله رب العالمين. وإننا جميعا نشتكي قلة الخشوع وضعف الخشوع، بل بعضنا يشتكي انعدام الخشوع في الصلاة، ولذلك لا يجد أكثرنا وأغلبنا لذة حينما يدخل في هذه الصلاة. وسبب ذلك ذهاب هذا الخشوع الذي قال بعض السلف: الخشوع للصلاة كالروح للجسد، فكما أن الجسد يصبح جثة هامدة إذا خرجت منه الروح، كذلك الصلاة تصبح جامدة إذا ذهب منها الخشوع. عباد الله، إن الخشوع محله القلب، لكن آثاره تظهر على سمع المصلي وبصره، وعلى وجهه وجبينه، وعلى جميع جوارحه حينما يركن ويسكن لذي العزة والجلال جل وعلا وتقدس. ولذلك رأى بعض الصحابة رجلا يعبث بلحيته في الصلاة، فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. نعم عباد الله، ولذلك نحن بأمس الحاجة أن نتعلم الخشوع في الصلاة، حتى نتلذذ بهذه الصلاة، وحتى نتنعم فيها. وإن أهم شيء يجلب الخشوع هو إحسان الوضوء وإسباغه لله رب العالمين. النبي عليه الصلاة والسلام قال للمسيء في صلاته: قال: أسبغ الوضوء
ثم استقبل القبلة، أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة. الأمر الثاني إخلاص النية وإصلاح الطوية واستحضارها عند الوضوء وعند الصلاة ومراقبة الله جل وعلا في ذلك. أمر آخر استشعار عظمة الله عز وجل أثناء الوقوف بين يديه، فأنت تقف بين يدي ملك الملوك جل وعلا وتقدس. ولذلك زين العابدين علي بن الحسين رضي الله عنه ورحمه الله تعالى كان إذا توضأ يتغير لون وجهه فيسأل في ذلك فيقول: أتدرون بين يدي من سأقف؟ هكذا كانوا رضي الله عنهم يستشعرون عظمة الوقوف بين يدي الله. أمر آخر مما يدعون إلى الخشوع أن الإنسان إذا كبر يقول الله جل وعلا: ارفعوا الحجب بيني وبين عبدي. فإذا التفت وإذا عبث في صلاته يغضب عليه الرب جل وعلا ويقول: إلى من تلتفت؟ إلى غيري. أمر آخر أن المصلي إذا صلى فإن الله قبل وجهه وأن الرحمة تجاهه، فالحذر الحذر من أن يحرم العبد نفسه من رحمة الله جل وعلا. حينما تكبر وتستقبل القبلة فإن الرحمة تجاهك يا عبد الله، فالحذر الحذر من هذا التفريط. أمر آخر الخوف من ذهاب الأجر مع هذا العناء ومع هذا التعب، فمن الناس من صلاته ترفع ومن الناس من صلاته ترد ومن الناس من صلاته بين وبين. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وإن الرجل ليصلي الصلاة وما يكتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أمر آخر مما يجلب الخشوع ويعين عليه اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن كثيرا من الناس صلاتهم مجرد هيكل ليس فيها شيء من السنن ولا المستحبات ولا الآداب، فاعتنوا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتتبعوا ذلك، فإنها سبب رئيس من الأسباب التي ذكرها أهل العلم والمعينة بإذن الله جل وعلا على الخشوع في الصلاة. وفقني الله وإياكم لكل خير. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وعلى من بأثره اقتفى إلى يوم الحشر والمنتهى. أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، واعلموا أن من أسباب الخشوع في الصلاة خروج العبد من كل شيء إلى الصلاة، وذلك بقطع العلائق وبالانصراف عن المشوشات والمشغلات والصوارف. فإن كثيرا من الناس يدخل الصلاة وقد استجلب معه مثل هذه المشوشات والمشغلات، أو دخلها وهو بعيد عن الاستعداد لها. ولذلك كان سلفنا الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم إذا دخلوا في الصلاة خرجوا من كل شيء إليها. هكذا يستطيع الإنسان أن يجلب الخشوع في الصلاة وأن يتنعم وأن يتلذذ بهذه الصلاة. ولذلك نبينا عليه الصلاة والسلام تتورم قدماه وهو في الصلاة ولا يشعر صلى الله عليه وسلم. كان كثير من السلف إذا قام في الصلاة كما كان بعض السلف الصالح تأتي العصافير والبلابل فتقف على رؤوسهم وعلى كواهلهم، تظن هذا الإنسان جمادا من شدة ثباته في الصلاة.
بعض السلف سرق رداؤه من على كتفيه وهو في الصلاة وما شعر، وأعيد الرداء وما شعر بذلك من شدة خشوعه في الصلاة. نعم عباد الله، كانوا يتأملون ويتدبرون ويتفهمون ويتعقلون لما يقرؤون. هكذا يكون عباد الله، هكذا يكون الخاشعين من عباد الله. وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، ونزلناه تنزيلا. قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا مفعولا لمفعولا، ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. هكذا كانوا، هكذا يكون أهل الخشوع وأهل الإنابة وأهل الخوف من الله جل وعلا. ولذلك من المهم جدا أن الناس يتعلمون كيف يخشعون ما دام أن الخشوع قد انصرف عن القلوب، عافانا الله وإياكم. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم الخشوع في الصلاة والإنابة إليه والخوف منه، إنه خير مسؤول. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وانصر عبادك الموحدين، واحم حوزة الدين. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر أوطان المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم انصر به دينك وأعز به كلمتك، واجعله عونا ونصرا للإسلام والمسلمين. ووفق اللهم جميع حكام الإمارات لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد.